بسم الله الرحمن الرحيم. فريق اشعار سلطان مركم شاعر فرماي چه اصغير لي بلو بسجرشتا وزا اشنا وغو يادلو بسجرشتا سبحان الله سبحان الله فريق عندي فريسي عدسي اسي خلق اسو كلا وعلي گا الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا محمد الذي ارسله الى الناس كافه بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وسلم عليه تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الشمس والقمر بحسبان
محمد رسول الله
علی و محمد رسول الله پیغمبر علیہ السلام د کلی د مدینې نه دیدار په خاطر باندې وای محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم. الله تعالی دا واسطه د ناس د پیغمبر علیہ السلام سره یو د جنت د ناس سبب وګرځي. امین. زمانه مخې د بارو بارای شاهد سے دامت مرکات و همو فیوزات و مخمز انا کا ناتخوانی اکرا دا یواز انا اتخوان نا دا قابل عالم من الحمدللہ خدا شای اللہ تعالی پا ناتون والی مین کرے دے پر تاری رخول خبر ہے خلیل من دا قیامت پا میدان دا ناتخوانا نا بسف کیو دے الحمدللہ ودا قابل عالم من الحمدللہ دا علمیت دا میدان شا سوار عالم دے الحمدللہ خلیل دلی علماء او دلی نیکان سلحاء دا سور پا موتا سبانی قائم و دا علم دلی فمختص مكبان إذا ما أستاذه فعلى قوم كيل بوطن كخير خاطب قلع حضرات علماء الكرام بهترين أو مباركة القنا دري تمام جنة وتمام زندگي مقصد أو غالي الله يعدا جي أمة مسلمة جي سمر ربي أمبر أمة دي جي أبي بأولاد كي دي قرآن مين ودي قرآن محبت بيداش دار أبي دي جن مقصد دي دار أبي دي جن غرض الله يعدا سار کے ماں آواز کی معشومان قرآن لرا ہوئے مجبہن کے موئی معشومان قرآن لرا ہوئے سارم کا معشومان درس مجدر کے ہم کا معشومان درس ادا اللہ قصاد ملی قسم پہا وقت کی معشومان تر اللہ قرآن خیلی پکم ہو کی معشومان مزگار شی دسکون لرا شی نوچی کرکت لزی نو دیوی کرکت نمد خیال قرآن لرا شی کیا آلی کسی کی اور اندائی گئی نو دیوی تو اسا لرا شی تا سنو اسا لرا شی پیغمبر علیہ السلام
والسلام مینا دا د پلار زمواري نه چې ژوند د پیغمبر علیه السلام محبت ما دا اولاد د پیغمبر علیه السلام مینا او خیر اولاد د پیغمبر علیه السلام په مینا والا جوړ کی نو محبت والا جوړ کی خپل اولاد د پیغمبر علیه السلام په محبت باندې راو ولې دا درس او دا سبب ما ورته محمد رسول الله Thank you.